حضرتك بتحب أكتر أو بيعنيك أكتر الشهرة ولا الفلوس؟ الله يلعنها بكل كتاب الشهرة. الشهرة مش الفلوس. والله العظيم دي وباء. يكفي إنها بتقيد البني آدم إنه ما عرفش يمشي. ويكفي لما تروحي مشوار 3000 على الأقل عايزين تصوروا. هل أنت عندك طاقة تسمح ل3000 واحد عايزين تبتسم بقى في وش الكاميرا، تبتسم في وش ده، عضلات وشك توجعك غير إنك تبقى ماشية كده سلام الله جنب الحيطة يعني. والله العلي العظيم أنا طول عمري أمشي جنب الحيطة ولا فكرت بالشهرة ده يوما. حياتك صورت برنامج بالفعل مع مشاهير وفنانين، والبرنامج ما تزعش، وكان في حلقة مع عمر كمال وغيره. بالظبط. وما تزعش. ما تزعش ليه؟ ما احلمش. انا دوري خلص السد وسلام. كان بيدور في ايه؟ كانت الحلقة عاملة ازاي؟ موضوعاته ايه؟ موضوعاته كان لقاء مع نجوم الناس تعرفها، ما حدش كان بيعد لي، انا اللي كنت بسألهم يعني. في حلقة عمر كمال ده طلب منه يقرأ آية، مدام صوته جميل كده يقرأ لنا آية كده، حاجات كده طريفة، حوار خفيف ظريف ملوش دعوة بالفن نهائي.